السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هشرح استخدام ونظرية عمل السير مقابل واستخدام التمبريتشر كنترول. التمبريتشر السير مقابل بستخدمه في إيه؟ بستخدمه في إن أنا أقيس بيه درجات الحرارة. نظرية عمله بتعتمد إن أنا لو عندي سلكين مختلفين من معدنين مختلفين وموصل الأطراف بتاعتهم بنقطة واحدة، والنقطة دي عرضتها لدرجة حرارة. درجة الحرارة دي بتنشئ لي على التو واير ده فرق جهد. فرق الجهد ده أنا بقدر أستخدمه في اللي أنا أدخله على دايرة أمبليفاير، وهي بتكبر لي الموجة بتاعتي بحيث إن أنا أقدر أستخدمها بعد كده. زي مثلا الدايرة اللي قدامنا دي بيكبر فرق الجهد اللي جاي من السير مقابل لخمسة فولت. إزاي العملية دي بتتم؟ هو بيقيس من زيرو ل 500 سيليزيوس، وبتنتج الدايرة دي 10 مللي فولت كل واحد سيليزيوس. يعني معنى كده إن أنا لما أوصل ل 500 سيليزيوس هيكون عندي على الأوت بوت بتاع الدايرة دي 5 فولت. طبعا الخمسة فولت دول أنا ممكن أستخدمه مثلا في إن أنا ألقط ريلي وأعمل عملية أون وأوف للود معين بعد كده في بقى العملية الصناعية بتاعتي. في يا اما السير مقابل يا اما بيجي كده بيكون ده عباره ده حاجه اسمها شيلتد. الشيلتد ده لازمته اللي هو بيحفظ درجه الحراره بتاعه السير مقابل وبيمنع تشتيتها. ممكن يكون جاي كده، وده بيكون بستخدمه او بوصله على تمبريتشر كنترولر، وممكن يكون جاي مجهز زي اللي في الصوره اللي المؤشر الماوس عليها دي. ده بيكون في دايره الامبليفاير جاهزه جوه، فده ما عليا اللي انا بستخدمه في الاون والاوف، او اللي انا اللي هو بشغل بيه مثلا ريلي او اي حاجه تاني في باقي العمليه الصناعيه بتاعتي. التمبريتشر كنترولر عباره عن 3 اجزاء: الانبوت بتاعه والاوتبوت والعمليه بتاعه البروسيسنج اللي بتحصل جوه. الانبوت بتاعه بيكون عباره عن السير مقابل، والاوتبوت بيكون عباره أطراف خارجة من الريلي جواه، والبروسيسنج اللي جواه بيكون دايرة نويز كنترولر وظيفتها اللي هي بتعمل كومبير بين قيمة الفولت اللي جايالي من التمبريتشر كنترولر والقيمة اللي هو مظبوط عليها، بحيث اللي هي بتفضل تقارن بين القيمتين دول، واللي هي لما بتوصل عند القيمة اللي مظبوط عليها بتبدأ بعد كده تطلع الكونديشن على الأوت بوت بتاعي. يعني مثلا سي التكييف اللي انت ظبطه على مثلا درجة حرارة متعدية 20، فالمفروض اللي هو يفضل يقيس في درجة حرارة الأوضة ويكرر العملية دي، وأول ما بيوصل 20 التكييف طبعا اوريدي بيفصل وبيبدأ يشتغل تاني لما درجة حرارة الأوضة بترجع تزيد عن اللي انت ظبطه عليها. ده كده أكون خلصت الشرح بتاع السير مقابل والتمبريتشر كنترولر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.